مشاهدينا لتحليل أكثر لهذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو سيد كريم نخلة خبير الاقتصادي ومدير الثروات في جلوبال آي. أهلا بك سيد كريم معنا. أهلا فيك. أهلا بك. إذا تم الاتفاق المبدئي كما استمعنا يعني وهو ما كان مرجح ومتوقع من العديد بأنه سيكون هناك اتفاق. أكيد. لن يكون هناك فشل في التوصل للمفاوضات. أكيد يعني هذا كان طبيعي مثل ما نحن قلنا قبل بالسابق أنه كانت بس أكثر شيء سياسية أكثر ما كانت اقتصادية وكان من المتوقع أنه يتم الاتفاق. هلا ما حدا كان متوقع أنه يتأخروا لهالدرجة يعني بس أنه آخرتها صارت. بس اليوم إذا بدك تطلعي بالحل اللي صار منه الحل المثالي. هو حل مبدئي إذا بدك تطلع عليه يعني اليوم زادوا السقف وعلى مراحل يعني إذا مثل ما أنت تفضلتي وقلتي من شوي إنه اليوم عندك أول شيء تريليون دولار حيبتدوا فيه بيرجع عندك التريليون ونص المتوقعين يعني كل الفكرة إنه يكون كلياته المليارين التريليونين ونص متوقعين لغاية آخر 2012 سو هلا اوباما بحق له صار يتصرف من ابتداء من اليوم باول 400 مليار وبيرجع بحق له كمان من هلا لكم شهر اللي جايين ينفق اكثر من 500 مليار دولار بس هيدا مثل ما قلنا هيدا حل مبدئي اليوم عندك المشكله اول شيء اذا بتطلعي بس اكزامبل حنعطي شيء مستحق قريبا يعني اذا بتطلعي من بس من ناحيه التقاعد والجيش والعسكر والأنفاق المالية اللي جايين متوقعين خلال الأسبوعين اللي جايين من فترة بين 3 أغسطس لحديث 13 أغسطس عندك بحدود 153 مليار مستحقين على الحكومة الأمريكية هلا الإعادات والإيرادات اللي بتكون حتيجيهم بحدود 80 مليار دولار بس يعني أوريدي عندك 73 مليار عجز بس تكونوا في فترة أسبوعين اللي جايين سو يعني كلها يأتوا على بعضه الحل اللي نحط هو الحل مش أنت مش الأمور حاليا مش أنت أمريكا ما توقع بالعجز وما يصير في الكارثة العالمية اللي كان كلها يأتنا عنا مخاوف منها بس يعني هي المسألة كما نتحدث من الشق الاقتصادي وليس السياسي بداية نعود لمرحلة سابقة أثناء المفاوضات التي فشلت لعدة مرات وضع في إحدى هذه المفاوضات أوباما حلول أو عدة خيارات بالنسبة لرفع سقف الدين وتخفيض الإنفاق اليوم يعني وقع الاختيار على هذا الاتفاق 2.5 تريليون دولار تقريبا هل تراه الأمثل بالنسبة للخيارات التي وضعها أوباما في فترة سابقة؟ هو إذا بتطلع أنت يعني من الطرفين إن كان أوباما ولا إن كان من جهة الجمهوريين اضطروا يعملوا إذا بدك يعني يخففوا من مطالبهم من جهتين بس مش أنت يقدروا يمشوا الوضع حاليا بس مثل ما قلنا يعني اللي كانوا عم يطالبوا فيه الجمهوريين إنه يكون في بلان وخطة عملية تقدر على أساسها أمريكا تنفق كل دولار ومقابله إعادة بدولار أو ينقط يعني ينعمل إذا بدك يخففوا من الدين بقيمة دولار مقابل كل دولار حيتينوه صحيح هذا كانت الفكرة المبدئية وهذه الفكرة طرحتها الجمهوريين وهي إذا بتحكي بالفعل هي فكرة بلان صحيح يعني بلان صائب منه عم يطلبوا العجيب بس كمان اليوم نرجع نقول المشكلة الكبيرة بأمريكا كمية المصاريف اللي اوريدي مستحقة على الدولة الأمريكية كما هي المصاريف الثانية اللي قادرين اللي حتتوجب عليهم في خلال الفترة الصغيرة ما حتكون كفاية على قد الموافقة اللي صارت على التريليونين ونص بس هيدي موافقة بس هلا مشان تجربوا قد ما يقدروا يضبطوا الأوضاع مبدئية وبنفس الوقت يخففوا المصاريف تبعولهم يعني اليوم الجميع يتحدث عن اتفاقية مبدئية والجميع يتحدث عن الانعكاسات السلبية في الفترة القادمة المعطيات طبعاً. السلبية المستمرة والتي البعض يتوقع أن تكون أكبر حتى من فترة سابقة بالنسبة لهذه المسألة يعني استمرار رفع سقف الدين منذ فترة طويلة منذ عقود بالنسبة للولايات المتحدة مع استمرار العجز في الموازنة اليوم كيف ستكون سياسة باراك أوباما بالنسبة لهذه المسألة هل سيستمر بنفس وتيرة الرؤساء السابقين للولايات المتحدة استمرار العجز واستمرار رفع سقف الدين هذا الشيء اللي ما بدهم اياه الجمهوريين وهذا الشيء اللي صاروا من زمان عم بيعرضوه يعني اذا بتطلع من سنه ال70 لهلا
تم إذا بدك تعلية سقف الدين أكثر من 70 مرة صحيح في الفترة الأخيرة اللي هي آخر 30 سنة، يعني كل 6 شهور عم يصير في سقف دين جديد، وهذا الشيء اللي الناس ما بدها توصل له على المدى الطويل، بدهم يوصلوا لمرحلة يقولوا نحن عندنا هالقد ديون، نعترف إنه عندنا هالقد ديون، عندنا هالقد مشكلة بدنا نحلها، ولازم نحن نشتغل على جدول قائم بيقدر يسكر العجز تبعنا بخلال فترة زمنية إن كان 10 أو 15 أو 20 سنة، مشان تنبطل نضطر كل ما في مرحلة جديدة نرجع نعرف نعلي الدين تبعنا. وبنفس الوقت اليوم أوباما كمان ما تنسى انه هو اجى بفتره كان الاقتصاد اوريدي مضعضع وكان في مشكله، يعني ما كان عنده الحل المثالي انه يقدر يظبط، كان اوريدي عجز قائم، وبنفس الوقت فاتوا بتدخلات عسكريه وفاتوا ب اذا بدك الاعاده الهيكليه للديون تبع السندات تبعول المستحقه عليهم، وبنفس الوقت في عندي كمان الايرادات اللي كانت عم تندفع للتقاعد، صندوق التقاعدي، وكان للصندوق المذكر اللي هو الطبابه تبعهم، هو لانفاق كانت من اوباما اللي زودها زياده، لانه كان هو بناحيه كان بده يرضي الشعب ويقدم للشعب قد ما بيقدر من ناحيه الاجتماعيه، صفى انه هالناحيه عم بتكلفه اكثر مما هي عم بتضر البلد، حتى لو عم بتفيد الاشخاص على المدى القصير. طب وهل سينجح بخطط تخفيض الانفاق؟ حينجح بتخفيضها نعم، بس هل حيقدر يخفضها كلياتها؟ لا، لانه هون اليوم برجع بقول لك المشكله بامريكا اللي غير عن حيلا بلد بالعالم، متى ما واحد اخذ قرار وحط مثلا قانون جديد ما بيقدروا يرجعوا يروحوا يغيروا القانون كل فتره ويرجعوا يعملوا تعديلات عليه. سو هو اوريدي طرح موضوع الصندوق التقاعدي، اوريدي طرح موضوع الهيلث كير واوريدي توافق عليهم، سو ما بيقدر هلا يرجع يروح يغير، سو صار ملتزم بهالمصاريف، سو بده مجبور يخفف المصاريف تبعه من غير محلات، بما فيهم اول شيء الجيش والمساعدات اللي عم بيعطوها والهبات اللي عم بيعطوها للدول الثانيه. هيدي اول مشكله. ثاني مشكله الاساسيه انه اوريدي الدولار حينخفض، وكمان عندك المخاوف اللي هو حيطلع الانترست، يعني الفوائد حتزيد، وهيدي المخاوف الاصليه اللي حتتاثر سلبا على الاشخاص اللي بامريكا بالحياه اليوميه. طب مساله التصنيف الائتماني اليوم، يعني تحدثت بعض وكالة التصنيف انه حتى لو تم التوصل لاتفاق بشان رفع سقف الدين، الا ان الولايات المتحده لربما سيتعرض او استعرض لاعاده تقييم بالنسبه لتصنيفها الائتماني، كيف سيؤثر على تكلفه القروض، خدمه الديون كذلك، والعائد على السندات الامريكيه؟ اليوم اذا بتطلع على حاليا بالريتنج اللي موجود، امريكا عندها تريبل اي ريتنج، هذا شيء من المتوقع انه اذا بدهم اذا خف الريتنج تبع اللي محطوط من الشركات الانتماء على الامريكا على السندات الامريكانيه، حيزيد الكوست تبع الدين لامريكا، يعني حاليا التكلفة اللي عندها اياها حاليا حتضطر تدفع مليار دولار زياده بس مشان تقدر تتدين. هيدا اول مشكله. ثاني مشكلة اللي عندك اياها انه اليوم عندك صار قلة ثقة من المستثمر بالسندات الامريكانية، يعني اليوم كانت الناس خاصة اذا بتطلع على دول مثل الصين ومثل الهند مثل دول الخليج، وخاصة دول اللي كان عندها فائض مالي، كانوا عم بيشتروا هالسندات الامريكانية ومطمنين بالهم انه هيدا عم تحكي سندات امريكانية حكومة امريكانية، سهولة اكيد العائد تبعهم موجود وحيكون مردودهم مضمون. بس اليوم بوجود هذه الأزمة خلت الثقة تخف عند المستثمرين، خاصة عند دول الأجانب اللي عندها الفائض، وبتقول لك لا أنا صرت خايفة استثمر بهالقروض، واللي حيخلي هالشيء إنه أمريكا حيكون عندها صعوبات تتدين أكثر بالسنين اللي جايين. نعم. يعني اليوم الناس كلياتها مستنظرين إنه هذا أكبر دولة بالعالم in terms of كقوة مالية وكقوة اقتصادية، مش معقول يصير عنده عجز. إذا هاي صار عنده عجز، صار في عندك ثقة بالعالم عالميا بكل شيء اسمه سندات حكومية. صحيح.
على عموم ما يبقى الحديث الآن والمخاوف من مراحل تطبيق هذه الاتفاقية المبدئية بالنسبة لرفع سقف الدين، والمسألة تطول ربما وتأثيراتها كذلك. شكرا جزيلا لك سيد كريم نخلة، خبير اقتصادي ومدير الثروات في جلوبال آي، شكرا لحضورك معنا.